هاي الدار كل لحظة يتجدد يا عيال زاي الدار البيت متوحد قول يا قطعة من الروح نرسل لك احنا شواك ويا حمام الدوح غاليين طيبين جينا نرد الدين ونحبكم احنا العراقيين جينا نرد الدين. من زاويتي رجال الأعمال أحد النماذج الوطنية داخل دولة الإمارات ناصر سيف مبارك صاحب كلير دولون طبعا لتجميل السيدات. في البداية أسعد الله أوقاتك، كيف حالك؟ الحمد لله تمام، شو أخبارك؟ لو نبتعد عن الألقاب في البداية قليلا ونعرف السادة المشاهدين، من هو ناصر سيف مبارك؟ كيف بدأت حياتك العملية وصولا إلى تأسيس البزنس الخاص فيك؟ تفضل. كيف بديت؟ بديت أول شيء بصالون صغير. نعم. في الوثبة العسكرية بديت هالصالون الصغير تقريبا 5 سنوات، وعقبها فتحت لي كم من صالون وبس، والحمد لله الله رزقني، وعقبها فتحت محلات مال العبي ومال العطور، والله وفقني الحمد لله. يعني دخلت عالم التجميل ومن ثم خرجت إلى عالم الأزياء؟ لا. بديت في عالم الأزياء أول شيء. نعم. عقب فتحت لي محل صغير صالون، وعقب فتحت لي كم محل صالون. جميل، احنا نتمنى لك كل النجاح والتوفيق إن شاء الله. طبعا خلينا نسلط الضوء على البزنس أكثر أخوي ناصر، ونخبر السادة المشاهدين اليوم عن الخدمات اللي احنا بنقدمها داخل الصالون بشكل كامل. الخدمات والله كل فترة وفترة أسوي عروضات. نعم. زين، على الكتابات اللي عندي ما امشي عليها، كل فتره وفتره انزلهم عروضات، انزلهم باكجات. جميل جدا. ايوه، خدمات اللي انا اسويها مثلا الحمام المغربي. جميل. الواكس، الفيشن. شو اسمه، البديكير. نعم. الحنه. جميل، كل الخدمات يعني. يعني كل الاشياء اللي بتحتاجها المراه انت احيانا بتنزل عروضات قويه، بتكون مثلا 10 خدمات في باكج واحد. نعم. ويكون السعر اقل. نعم. خلينا نقول هذا الاشي لاقى استحسان كثير من الناس. نعم. جميل جدا. خلينا نحكي عن التميز اخوي ناصر. بيئه الامارات بيئه استثمار خصبه، والمنافسه داخل دوله الامارات شديده جدا، فاكيد يعني الامارات اذا ما كنت انت مواكب فيها للتطور الموجود فيها راح تفشل وما راح تواكب السوق. نعم. فاليوم انت استطعت انك من بزنس واحد تسوي 2، 3، 4. نعم. فلو تكلمنا عن الاشي اللي ميزك، ما هو الذي يميز ناصر وخلاه يستمر اكثر من 3 أو 4 أو 5 سنوات؟ التميز من العروضات والله اللي انا اسويها، من العروضات اللي انا اسويها وميز ناصر يعني. نعم. يعني الاشياء اللي انت بتسويها من باكجات داخل الصالون. نعم. سوت خلينا نقول زي صيت. نعم. يعني شوف مثلا الصالون هذا. نعم. يعني مستحيل حد يعطيك نفس الصالون في اي بي مثلا 3 طوابق، مستحيل حد يعطيك عروضات نفس العروضات اللي انا اسويها يعني. يا سلام. مثلا الصالونات العاديه ممكن انا مثلا الصالون العادي ممكن تسوي عادي مثلا 20 خدمه. نعم. 20 خدمه في صالون عادي، مش اجار نفس الاجار اللي مثلا 3 طوابق. اكيد يعطيك عروضات نفس العروضات اللي يعني انا اسويها. نفس خلينا نقول نفس مستوى الصالون مستحيل يعطيك. مستحيل 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 ما شاء الله. مستحيل. وهذا اللي خلى خلينا نقول امورك تمشي. نعم.
فأنت طموحك بعد 5 سنوات أو 10 سنوات شو؟ والله طموحي أفتح الفرع في كل مكان. الحمد لله على دولة إمارات العربية المتحدة الأمن والأمان. اللهم لك الحمد. ونترحم حق الشيخ زايد الله يرحمه والشيخ خليفة الله يرحمهم. ونبارك حق الشيخ محمد بن زايد ما طلنا الأمان والحرية وما مسهلنا الأمور كلها. اللهم لك. الله يحفظه يا رب. طبعا وإحنا من شاشتنا وأسرة البرنامج كفاءات الإمارات بنوجه بطاقة شكر وامتنان واعتزاز اليوم إلى حكامنا وشيوخنا داخل دولة الإمارات. ألف رحمة على من فقدنا طبعا. وإحنا بنبارك يا سيدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الخلافة دولة الإمارات، وإن شاء الله تكون مزدهرة في الأيام القادمة على عيد سيدنا الشيخ محمد بن زايد. طبعا لكل إنسان داعم في مسيرة حياته العلمية أو العملية على حد سواء، أكيد في إنسان أخوي ناصر كان داعم لك، كان دائما سبورت لإلك، كان دائما واقف في ظهرك زي ما بيقول. مين هالإنسان اللي بتحب تشكره اليوم من هالشاشة؟ أذكر الإنسان هذا الله يخليها أختي، كانت واقفة جنبي في كل شيء. الله يخليكم لبعض. آمين. واقفة في ظهري في كل شيء، طحت مرة عون لي بس. هي خلينا نقول كانت الأخت والأخ والسند في نفس الوقت. نعم. إحنا بنوجه لها من شاشتنا كل التحية إن شاء الله. About your service. The services here in Clear de Lune Salon, we have Moroccan bath for the nails, we have acrylic, polygel, everything we have here. Spa for the foot scrub, we have massage, we have waxing, full body or hands, feet, everything here. And we have also for the hair, we have hair mask, all kinds of hair treatment. We have caviar hair oil for the hair, natural, organic. We have facial, we have makeup, we have hairstyle. We can do also hair extension. We have also packages for Moroccan bath. We can give a good price for all the
client that's coming here for visiting. For first timer, we can give also discount like 20 to 25%, and also we have protein, hair keratin. We can give a good price for you. Thank you.